اختتمت فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2017 في مدينة رام الله بفلسطين، حيث نظمت بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك وبرنامج التعليم في الأونروا على مدار أسبوع كامل. فعالية الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب تنطلق للمرة الخامسة على التوالي هذا العام منذ عام 2011 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك والمصارف ومدارس الأونروا، وبالتالي نهدف من هذه الفعالية إلى تعزيز مستويات الفكر والوعي المالي والمصرفي لدى الأطفال والشباب الذين نعتبرهم هم رجال الغد، نمكنهم في الأمور المالية والمصرفية حتى عندما يدخلوا معترك الحياة يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية والتعامل مع القطاع المالي بشكل عام. وقال علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية إن الهدف من زيارة طالبات مدرسة نور الهدى في رام الله إلى أحد البنوك تعزيز وتوعية الفكر المالي لدى الطلاب والشباب، مشيرا إلى أن الفعالية تنطلق للمرة الخامسة على التوالي لهذا العام منذ عام 2011. طبعا الأسبوع المصرفي هو بتعليمات من سلطة النقد، هدفه زيادة الوعي عند الأطفال بالأمور المصرفية بالأمور البنكية، تعريفهم على عمل البنوك، الخدمات اللي بتقدمها البنوك. وطبعا من ضمن الأسبوع المصرفي في اللي هو اليوم آخر يوم في الأسبوع المصرفي اللي هو يوم الادخار الوطني. يوم الادخار هدفه أنه نحاول نشجع الناس على الادخار، تعرف الأوضاع السياسية اللي عندنا، الأوضاع الاقتصادية، فإشي مهم كثير يكون الواحد عنده ادخار يساعده فيما بعد في مستقبله. الطلاب بحبوا الجانب العملي والجانب الإشي ملموس، فبحبوا يتعرفوا على المؤسسات هيك، شو الخدمات بيقدموها من قروض تعليمية، بكرة كمان إذا بنقدر نتطوع كمان نقدر نتبرع، كمان يعرفوا على الحسابات التوفير وشو الفرق بين حساب الجاري، المفاهيم هاي العملية اللي ما بلمسوهاش أو باخدوها بجوز بالمنهاج بس ما بلمسوها بشكل واقع، فلما يجوا على البنك بطبقوها بتكون بشكل محسوس وملموس فبتعطي نتائج أكثر. وبشجعهم كمان إنه الجوانب الأكاديمية وبكرة لما يروحوا على الجامعة بدهم يدرسوا التخصصات الأكاديمية. تعلمت أنه بلا توفير أنت لا شيء، لذا يجب عليك أن تبني مستقبلك وتحدد نجاحك، أن توفر وتدخر أموالك وتحصل أموالك لتبني المستقبل وتحقق الغد. وضمن زيارة إحدى البنوك إلى مدرسة ذكور قرية دير بيزع في غرب رام الله، قال الطالب عبد الرحمن الطويل إن الزيارة لها جانب إيجابي، حيث استفاد الكثير من المعلومات التي ستساعده في تحديد هدفه وبناء مستقبله. وتهدف الفعالية إلى مساعدة الأطفال والشباب في صناعة مستقبلهم المالي والاقتصادي من خلال رفع مستوى الوعي المالي والمصرفي لديهم.